مشاهدينا من جديد، نحن معكم على الهواء وهنتكلم عن الزوج الشكاك. يعني ايه شك اصلا؟ يعني ايه اتنين يبقوا متجوزين وهم في فترة الخطوبة عدت بسلام، وبعد ما يتجوزوا وبعد ما تخطوا فترة الخطوبة بكل يعني احلامها الوردية، نيجي في ارض الواقع وفي ما يتقفل علينا باب بيت ونبقى في بيتنا نكتشف ان الزوج شكاك، شكاك في كل تصرف من تصرفات زوجته اللي هي كانت بالامس القريب بس خطيبته وكان مختارها وعارف كل صفاتها فيما يبدو على الشكل الخارجي. يعني معانا استاذ الطب النفسي دكتور عادل المدني جامعه الازهر. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا فندم. دكتور، اول حاجه نعرف يعني ايه شك، صفه الشك في حد ذاتها، يعني علميا الطب النفسي يعرفها لنا ازاي؟ يعني احنا بنفسرها او بنعرفها انه سوء تاويل لاحداث معينه او كلام معين. اوكي. يعني سوء تاويل يعني انا افسره غلط، افسر شيء خطا. ف سي زوجة لبست كذا، يبقى ده لبسته عشان كذا. okay. يعني اديله تفسير، اديله معنى غير المعنى الحقيقي اللي موجود. وده برضك بيفرق شوية عن الغيرة. في غيرة، وغيرة ساعات بتوصل للغيرة المرضية بين الأزواج بالذات. في عندنا حاجة اسمها الغيرة المرضية، ان انا ابقى في علاقتي بالطرف الآخر مش عاوز يعمل اي حاجة غير بواسطتي، يعني زي ما يكون بإذن مني أو أحيانا بإذن مني. وأحيانا تيجي في الخطوبة بشكل ظريف، ما تلبسيش البيضة الحمراء، مش عارف البسي إيه بتاع، فهي تقول آه والله ده في واحد مهتم بيا، واحد بيحبني، واحد بيغير عليا. فبتدي له كمان المساحة، يعني الواحدة بتدي لجوزها أو خطيبها المساحة إنه يغير، لأنها بتستحسن اللي بيعمله. فلما يجي بعد الجواز تبص تلاقيه تملك، فتبتدي تنزعج. لا مزعجه ليه؟ ما يعني ما معناه كنا طول الوقت احنا بنعمل كده. طب دكتور عادل، ده بالنسبه للي بيبقى مبين اثناء فتره الخطوبه وبعدين بيستمر على نفس المنهاج، لكن الخطيبه اللي هتصبح فيما بعد زوجه بتبتدي تكتشف مساوئ ده على ارض الواقع وفي الحياه اليوميه. بالنسبه بقى للي ما بيكونش مبين، عايزين ندي دلوقتي نصيحه لاي خطيبه بتتفرج علينا او حتى اي خطيب، ولا يعني العكس بالعكس، ان الشخص الشكاك سواء كان رجل او امراه، ازاي اقدر اتعرف عليه في فتره الخطوبه حتى لو هو تعمد ان هو يخفي هذه المعلومه عني؟ كل الحاجات وكل العيوب اللي في الراجل او الست في فتره الخطوبه مش هتظهر بينهم، انما هتظهر وانا بحكي على حد تاني. يعني ايه؟ يعني انا هقول لها ده صاحبي عمل مش عارف ايه، بس انا خدت بالي ده ما فاتتش عليا الحكايه دي، ده انا مش عارف اكتشفت انه بيعمل ايه. يعني وانا بحكي على الاخرين مش بحكي عليا انا وهي، فعليا انا وهي بقى محترس، انما احكي ده مش عارف ايه، اختي عملت ايه، مش عارف مين عمل ايه. واحيانا بتبقى في حاجات شك جامد، احيانا امي مش عارف عملت ايه، احيانا اختي عملت ايه، يعني بيبقى في كلام على الاخرين مش عليها هي. وفي كل العيوب يبقى كده، يعني حتى في عيوب العنف الموجه ضد المرأة يقول لها ايه، ده انا اختي كانت عاوزة تنزل بالليل، رحت شاردها من شعرها ومدخلها، هي تقول لك ده راجل حمش يا خبر ابيض. انما هو بعد كده هيعمل عليها هي نفس العنف بالظبط. يعني هي ادم ما بيتجزأش، فبالتالي بالظبط. انما هو مش هيحصل عنف في الخطوبة، انما هيحصل عنف بعد. فنعرفه ازاي؟ من سلوكه اللي مع الاخرين. يقعد في كازينو يقول انا عاوز ازازه مش عارف ايه طويله، حاجه اعرف ان هو بيدقق، مش اي كلام محدد. يعني كل الحاجات هعرفها بتبقى قدامنا، بس احنا دايما في فتره الخطوبه بنقول ايه، دي بتحصل مع الناس التانيين مش بتحصل معايا، ده بيحبني او ده ما يعرف ان انا بنت كويسه ولا اخره مش هيشك فيا. لا، هيشك فيك، مش هيبطل شك. طب يا دكتور، ساعات البنات بتبقى شايفة عيب معين بس في وسط مميزات كتير بتقول، يعني بتتغاضى عن العيب ده وبتقول فيما بعد الزواج ممكن يتغير، الشك ممكن يعني يتغير بعد الجواز ولا ما فيش اي حاجة في الدنيا بتتغير بعد الجواز؟ فيش حاجة بتتغير ولا قبل الجواز، هي احلام وردية، الخطوبة كلها بتبقى احلام وردية. هي احنا نقبل مين؟ نقبل الشخص اللي فيه عيوب اقدر استحملها واتعامل معاها، والعيب اللي انت تقدر تستحمليها ما تقدرش تستحمله او العكس. وبالتالي احنا بنختار العيوب التي يمكن ان اتحملها او اتعامل معاها. كل واحد وكل واحده عندها حاجه تقول لك دي ما اقدرش اتعامل معاها، وفي واحد تاني يقول لك لا انا اقدر اتعامل معاها. يعني في واحده تقول لك مش ممكن واحد بخيل اتعامل معاه، وفي واحده تقول لك لا مش مهم البخيل بس انا اعرف اطلع منه. ماشي، يعني كل واحد، فانما انها هتتجوزه وهيتغير مفيش حد بيتغير، بتحلم
بتحلم ده وده ده وهم يا دكتور وهم. مش حلم ده الوهم بقى وهم يعني ما ينفعش احنا لازم نقبل الناس ليه لانه حتى احنا لما بنقعد نشتغل على بعض بمعنى الاثنين المتزوجين يشتغلوا على بعض يعني هيبقى عاوز يغير فيها حاجات وهيغير فيها حاجات بنكتشف بعد 20 سنه ان احنا محدش فينا ضايق ومش بس كده بنكتشف ان احنا ما استفدناش وما تمتعناش بالميزات اللي في كل واحد لان انا باصص للناحيه الغلط اللي فيها الناحيه الحلوه اللي فيها ما استمتعتش بيها فبالتالي زي ما يكون عندنا شقه وفيها اوضه خسرانه قاعد 20 سنه اصلح فيها ما انما ما قعدتش في الثلاث اوض التانيين ما نقعد في الثلاث اوض التانيين دي خلاص مش هتتصلح خليها مقفوله كده هيبقى عشقتي اوضتين احسن من ما فيش لان هكتشف بعد 20 سنه ما صلحتهاش وما استفدتش بالعيوب بالمميزات وهي ما صلحتنيش وما استفدتش بس بالمميزات. اعتقد ان برضو هي ليها نسبه يعني ساعات الاوضه اللي بايظه دي بتضرب على الشقه كلها فبيبقى لو كانت اوضه الفيران وهو لو هي اختارت عيوب ما تقدرش تستحملها ما تقدرش تستحملها. طب دكتور عادل مقاومات الشخصيه الشكاكه يعني احنا لو سلمنا بان في النموذج ده موجود طبعا موجود كتير كمان ده نتاج ايه يعني الشخصيه الشكاكه بيكون نتيج جينات نتيجه تربيه نمط تربيه بيبقى هو شايف النموذج ده يعني نقدر نقول الشخصيه الشكاكه نتاج كذا وكذا وكذا. هو الزوج الشكاك عموما زوج غلس مش مريح مش مريح صحيح. شخصيه مش مريحه وشخصيه خانقه ماشي اللي بيقع اضعف واحد شكاك بتتعذب طول الوقت ليه لانه بيسيء جميع التصرفات اللي هي بتبقى موجوده وده بيرجع حقيقه من واحد الى انه مش واثق في نفسه انا لو شخص واثق في نفسي هبقى شايف الاشياء ايجابيه هبقى شايف اللي قدامي ايجابيه هبقى عارف يعني هقول في نفسي ايه هي مراتي هتروح تبص لواحد تاني ده انا كويس هتبص لواحد تاني ليه؟ ده انا كويس مش ممكن تبص لواحد تاني مش هتلاقي زيي بمعنى او باخر وبالتالي هبقى مطمئن لو انا حاسس نفسي ضعيف ومش قوي هقول دي هتبص للناس كلها اللي في الاستاد يعني هبقى العكس خالص وبالتالي اول حاجه انه شخصيه ضعيفه نمره اتنين انه بالمعنى البلدي كده اللي احنا ساعات نقوله انه يبقى ابن امه يعني ايه؟ يعني شخصيه ضعيفه برضه شخصيه ضعيفه في علاقته بامه هي نقطة ضعف الأم هنا يا دكتور نقطة ضعف وبالتالي حتى لو الأم ما بتقومش بأي دور إن هو يشك فيها ما هو رباها بقى ربته قصدي على كده وهنا الطفل الوحيد أو الزوج لو هو ابن وحيد ممكن يكون شخصيته شكاكة لو هو غير لو كان هو ابن في وسط أسرة في وسط عدد أكتر من الأشقاء طبعا لأنه في وسط أسرة أكتر بيعدله الواحد يعني لما اقعد في وسط ناس واقول ده احمر والناس كلها تقول لي لا ده اخضر هعدل وجهه نظري انما انا لوحدي هقول ده احمر محدش هيصلح لي اللي انا بقوله فانا هفهم اي حاجه من اي حد هفسرها زي ما انا عاوز مفيش حد بيعدلني مهم قوي انه حد يبقى معانا بمعنى انه يعدل تفكيري وهي تعدل تفكيرها والناس تبقى طيب دكتور خليني اسال حضرتك يعني مش عايزين برضو نقفلها في وش الناس اللي بتتفرج علينا يعني دلوقتي اللي متزوجه من زوج شكاك تعمل ايه او ايه الحلول او ما هي زي بنسميها الخدع النفسيه او الحلول اللي ممكن طبيب النفسي يقدمها للزوجه اللي بتعاني من المشكله دي على اساس ان هي مش تتخلص منها تماما لكن تقلل من حدتها. نمره واحد انها ما تحسش انها مشاركه فيما يحدث، يعني ايه مشاركه فيما يحدث؟ ما تحسش انها فعلا ست اخلاقها وحشه او ست يمكن بتتصرف تصرفات مش كويسه او ست كده يعني العيب مش فيها. فلازم تعرف ان العيب مش فيها عشان لو هي حست العيب فيها هتبقى مهزوزه طول الوقت فهتتعامل معاه بضعف هي عاوزه تتعامل معاه بوضوح والوضوح ده يكون في اتفاقيات معلنه مش اتفاقيات معلنه انت محتاج ايه او عاوز مني ايه وتشوف ايه اللي تقدر تعمله وايه اللي ما تقدرش تعمله يعني لما تروح الشغل بكلميني حاضر دي هقدر اعملها بكلمك انما كلميني 15 مره في اليوم لا مش هقدر يعني نتفق يقعد يبقى في حوار انه ايه اللي هنقدر نعمله مش هقدر اعمله ودايما يبقى وراها ليه يعني انا مش هقدر اكلمك لان افترض يعني انا بكتب حاجات والحاجات دي ما ينفعش اقطعها في الوسط او انا بعمل شيء ما ينفعش اقطعه في الوسط واتكلم فبالتالي هيبقى طول الوقت عنده تفسير جاهز للقصه هناخد من الخبره القديمه انت فاكر انت برضك كنت عندك شك فيا لما كنا رحنا في الحته الفلانيه انما طلع ايه طلع انه مش مظبوط وبالتالي بديله خبرات مرت بيه هو وانا في العلاقه خليته يقول او يشوف ان هو لما عمل ده في وقت من الاوقات ما كانش مظبوط ما كانش كويس او ما كانش صح. الحاجه الثالثه انها ما تقعش
دي، لانه اغلب الرجاله دول ساعات يوقعوا الستات، يعني زقوها تعمل حاجه معينه ماشي، يعملوا لها زي مصياده كده او كلام كده، هو بيبقى اختبار. اختبار ماشي، اختبار يخليها تعمل حاجه ف يمسكها عليها، تتهز او عليها بقى. لا طب ما انت لما رحتي لمامتك قلتي لي انت هتروحي لماما وما رحتيش لماما، انت رحتي مش عارف لفين. يعني كان عندي حد في العياده جوزها طلبها، قال لها انت فين؟ فقالت له انا في الكافيه الفلاني ماشي. فقال لها طيب، هو هي كانت في الكوافير وخلصت ورايحه الكافيه ماشي. فهو كان قدام الكافيه ده فدخل في الكافيه ما لقاهاش، وهي الست فعلا يعني مسافه السكه ما فيش خمس دقائق، الكوافير والكافيه مش بعيد من بعض. فراحت فقال لها لا انت بتكذبي، انت ما كنتيش لعندك كوافير ولا كنت رايحه. بس يمكن دي هو ممكن يكون فيها عنده حق، علشان هو اوريدي ثبت ان هي بتكذب عليه في نقطه معينه. ما هي عشان كده بقول هو وقعها، يعني هنا التوقيع بمعنى ان هي 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 هي, هي حقيقه الامر انها فعلا كانت عند الكوافير ورايحه الكافيه، يعني هي كخط سير ما كذبتش، انما هي كذبت في الزمن. يعني في تاخير في اللي قالته خمس دقائق او 10 دقائق، قصدها انها تقول انها في حته فنيه عشان لو هي عارفه تقول انا عارفه ان هو هيجي لي. يعني هكمل على كلام دعاء يا دكتور، لان دايما بيوصلنا لفكره التبرير، ان ممكن الزوجه تبرر لزوجها تصرف معين وتحطه في اطار ده هو كان مهتم. طب هو عنده حق هنا، التبرير بيبقى مبرر يا دكتور؟ يعني زي ما دعاء قالت طب معلش ما هو ممكن يكون عنده حق، بس هو هل ناخده على ان هو تصرف عابر، ولا ناخده على ان هو لا ده جزء من مقومات شخصيته؟ جزء من مقومات شخصيته. يعني هو دايما زي ما قلت كده هيحاول انه يصطاد حاجات معينه يعني مش مظبوطه، وبالتالي هيحطها في اليك زي ما بيقولوا، يعني في الكورنر. ممكن لما يعني الزوج الشكاك بعد فترة لما يعاشر زوجته ويلاقي ان هي لا يعني هي ما بتعملش حاجة غلط وان هي ست محترمة، يتراجع عن الشك اللي هو فيه، ولا هيفضل برضو طول عمره حاططها يعني اندر سبوت كده ان هو شكاك فيه على طول؟ يا ريته بيشك في اللي قدام، بس ده بيشك في الورا كمان، يعني بيقعد طول عمره يقول لها فاكرة لما كنا مخطوبين واحنا قاعدين في كازينو الفلاني رحت بصة في الناحية التانية وكان في واحد باصص لك؟ يعني هيجيب لها 20 سنة لورا. فاكرة يعني لما كنت ماشيين بالعربية، يعني بيبقى في مشاكل وهي ماشية في العربية قاعدة جنبيه في العربية، يعني لو بصت كده يقول لها انت بصيت لمين؟ ده في حد في العربية التانية انت بصيتي عليه ماشي. فبيبقى يعني متعب في انه سوء التفسير او سوء التأويل لكل حركة هي بتعملها، لكل نظرة. يعني عشان كده هي الست تبقى معاه مش عارفه تاخد حريتها، متكتفه يعني حاسه ان كل سلوك. اسالك دكتور عادل، يعني اوكي بتبقى ده حاجه بتضايقها ومش قادره تاخد حريتها، لكن رده الفعل، احنا دلوقتي عمالين نتكلم في ردود فعل ان هي يا هتكون زعلانه من ان هو بيشك فيها او تفسد الزواج عشان هو بيشك فيها، او ان هي تتحاول ان هي تتعامل مع الموضوع بعقل، لكن ماذا يحدث لو هي قابلت الشك ده بحده مثلا؟ يعني مثلا زي موقف حضرتك بتتكلم فيه ان هي في العربيه وفي حد معدي في العربيه فبيقول لها انت بتبصي مثلا على ايه، لو هي قابلت الرد ده بحده هكون يعني ردها كان 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 حاد على زوجها، هل ده هيسهم في حل المشكله او هيسهم ان هو يعني هيفكر كذا مره قبل ما يوجه لها اتهامات من النوع ده، ولا الحده مش هتسهم في حل المشكله؟ بصي في بعض الاحيان انما للاسف الشديد احنا مجتمع ذكوري، بمعنى انه المشكله ممكن تكبر. كل الناس هتؤيد الزوج وتقول اه والله ده بيغير على مراته، ده مش عاوزها تبص، ده مش عاوزها تلبس، ده مش يعني الفكره دي هيأيدوه حتى لو هو مبالغ فيها، والست ما لبستش مش عارف ايه او ما بصتش ايه، انما هيدول المبرر. انما احيانا لما تقف تغضب بتبقى واقفه جديه وبتغضب بيتراجعوا يقول لا مش قصدي، ما مش بالظبط كده مش عارف ايه، بس احيانا بتبقى لازم غضبه كبيره شويه. فلو كل شويه هتغضب غضبه كبيره هتبقى احيانا مش مستويه، يعني مش سويه قوي. انما هي تحاول تلتزم، خلاص هي اتجوزت وقاعده في البيت ده مش هتمشي، وبالتالي تلتزم باكثر قدر من القواعد المتفق عليه اللي ده ارتفع عليه. نفترض يعني بدل ما يتخانقوا 100 خناقه يتخانقوا 50 خناقه، فيبقى
قادرة تعيش. لو هي ست بيكون عندها زي ما احنا بنقول الحاسة السادسة، بتكون عارفة عندها ميزان امتى هقدر اعالج، امتى هقدر ان انا اواجه الامر بحدة علشان اتخلص منه. فطبعا احنا هنا بنواجه السيدات اللي بيعانوا من المشكلة دي، ان انت يعني حاولي تشغلي ميزان العقل شوية. طبعا مشاهدينا هنروح نشوف تقرير ونشوف اراء الناس ايه في الشارع ونرجع نكمل حلقتنا. الشك في الحياه الزوجيه مش مطلوب. اول حاجه الحياه الزوجيه المفروض تنبني على الثقه والتكافل الاجتماعي بين الاثنين. بما معنى ايه؟ ان انا في غيره مطلوبه، مفيش واحد ما بيغيرش، مفيش واحد ما بيغيرش على مراته، ومفيش واحد ما بيغيرش على الست بتاعته. الغيره في الاسلام مطلوب، لان برضه من وصايا الرسول كده لازم ان انا اغير عليها، ولكن ما اشكش فيها. مفيش حاجه اسمها شك برضه غيره، في حاجه اسمها حب. الحب ده بيبقى فيه حته شك بسيطه لو بطبيعه الشغل بتاعه الراجل، بس لو الست دماغها كبيره هتتفاهم كل حاجه بسرعه، ومش هيبقى فيه اي شك ولا فيه اي غيره، هيبقى فيه تفاهم على طول ان شاء الله. في فرق برضه بين الغيره الصحيه والغيره اللي هي بتبقى غيره عمال على بطال. الغيره اللي بتبقى مش غيره بقى برضه بتبقى مرض. الغيره ان انا ابقى خايف على الزوجه، خايف على اولادي، خايف على امي، خايف على اختي. لكن الغيره بقى برضه اللي هي بتتطرق بقى ان الانسان يبقى زي المخبر السري على 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 زوجته او على بنته او على ايا كان، فده طبعا مش صحيه. لان المفروض الزوجه برضه زي ما قلت حضرتك انها انسان ولها احترامها ولها كيانها، ولان الواحد برضه يعني انا لو مش واثق في الزوجه المفروض ما اعيش معاها، يعني دي ابسط شيء. لازم تبقى مبنيه على الثقه. انت متاكد ان هشام ابنك؟ متاكد طبعا. بتهيألك انت بتنكتي؟ مش عارفك اني كنت مخلصه لك. للاسف انك مش قادر تفهم. تعالي هنا افهم. ايه انت غبي؟ ورجعنا بعد ما شفنا اراء الناس في الشارع قالت ايه حول الزوج الشكاك، واكيد احنا على الاراء دي. لكن خليني اسالك برضه يا دكتور عادل، عشان ما نكونش احنا برنامج مرأة طبعا، بس مش عايزين نبقى متحيزين، حابين ان احنا نكون محايدين. هل بيختلف التعامل مع الزوج الشكاك عن الزوجة الشكاكة، ولا هي نفس طريقه التعامل ونفس طريقه العلاج ونفس الاسباب؟ لا، هي الزوجه الشكاكه في العاده برضك هي، او الشك عند الزوجه بيبقى بنفس الشيء، انها بتفسر الحاجات خطا بمعنى او باخر. انما هي بتقعد احيانا كتير فتره تعتمد على حستها الحاسه، فتقول والله انا حاسه بيه متغير، ماشي، انما ما عندهاش اثباتات، ما عندهاش حاجه في ايديها ملموسه، فبتقعد فتره طويله تبقى عامله مشكله في العلاقه. احيانا بقى في النهايه يطلع صح، واحيانا يطلع غلط، يطلع انها كانت شكه على فشوز زي ما احنا بنقول، وبالتالي يبقى في المشكله دي. والستات مشكلتهم بيبقوا شكاكين انهم بيتدخلوا غالبا في شغل الراجل. انت جايب سكرتيره، ما تجيبش سكرتيره، انت مش عارف جايب، يعني تبتدي زميلتك بتكلمك كتير او كلمتها على حاجه، يعني يبتدي يتدخل في الحاجات الثابته اللي بيعملها. يعني عندي حد صاحب مصنع وكانت مراته كده، فكانت لازم ما يجيبش سكرتيره مثلا. بس المشكله ان ساعات بيبقى هي الزوجه عندها سابق تجربه معاه في موقف معين، ان هو مثلا عكس السكرتيره او ايفر، فبيبقى عندها هواجس خلاص نفسيه ان هو هيفضل يعمل كده طول الوقت. واحنا بنقول ايه؟ انه طبعا، بس لازم يبقى التجارب الواحده او تجربه واحده ما تكفيش، ان لازم يبقى ايه؟ يبقى خاصيه فيه، ان هو بيبص للست دي ويبص للست دي، يعني ماشي، يعني بصاص زي ما احنا بنقول، ماشي. انما ما ينفعش انه نفترض يعني عمل ده، مش انه صح، انه غلط، بس مش على خطا ما احكم على حد راجل او ست ل 20 سنه لقدام واقول انت فاكر من 20 سنه بصيت لمين؟ ما هو ما ينفعش. لا ما ينفعش طبعا. طب دكتور عادل، حصل قبل كده ان جال حضرتك في العياده النفسيه زوج وهو قال لك انا زوج شكاك وانا اعترفت اخيرا وان حياتي على محك الخطر وزوجتي مثلا طالبه الطلاق، فانا عايز حل؟ ده حصل قبل كده؟ يعني هم ما بيجوش غير زي ما حضرتك بتقولي، انه لما يحدث انفجار الزوجه خلاص بتقول انا مش مستحمله، مش قاعده، يعني مش قاعده، جيم اوفر. خلاص احيانا بيحصل. يعني تلم الشنطه وتقفل الدور وخلاص. فهنا يبتدي يخاف، لانه كمان فكره ان هو اصلا ضعيف مش قوي، وبالتالي بيقدر ان هو يتراجع، وبيبدا العلاج.
إنما في العادة ما بيكملش العلاج. يعني يبدأ العلاج لغاية لما ترجع بقى الست وتطمئن شوية كده إنه خلاص بيتعالج وإنه ماشي في السكة. فبعد شوية يبقى يعني يرجع لعهد سابقه اللي سابق عهده تاني. هو بي 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 بيحصل له كويت من العلاج، بمعنى إنه هو بيهرب من العلاج، يعني ما يجيش ويقول والله مش هقدر أجي الأسبوع ده، أنا عندي مش عارف إيه، وبعدين أسبوعين. لأن يعني العلاج أتصور بيحتاج شجاعة يا دكتور. طبعا والفكرة ان انا بعالج حاجات فيا، بعالج عيوب فيا ايا كانت هذه، بعمل بنمو، ما العيوب دي بتوقفني. عشان كده في نمو نفسي، والنمو النفسي ده شيء مستمر، كلنا عاوزين ننمو نفسيا. وانا نامي للدرجه دي، ممكن انمي للدرجه دي، ممكن انمي للدرجه دي. يعني ليس فقط المرض، انما كل الشخصيه يجب ان تنمو، والشخص ينمو فيبقى افضل، يبقى احسن، يبقى اقوى في التعامل مع الناس، يبقى في حاجات كتير جدا. طاقته لبره منتجه مش طاقته لجوه. طيب دكتور عادل، يعني خلينا برضو علشان نوجه الناس اللي بتتفرج علينا بنصايح حضرتك. الشك والغيره، الشك يعني بيبقى غيره نوع من انواع الغيره المتطوره، في البعض بيطلق عليه كده، لكن احنا عايزين نحط الحد الفاصل ما بين اللي خلينا نقول دي غيره مثلا مرضيه او ده شك مرضي. يعني ايه اللي بيفصلنا عن ان الغيره تبقى مرضيه او غيره طبيعيه، بما ان كل شخص ليه مرجعيه بتاعته هو. ممكن واحده تقبل الغيره دي، ممكن واحده تشوف ان نفس الغيره دي لا دي غيره مرضيه. فازاي نقدر نفسر او نحدد اذا كانت الغيره دي غيره مرضيه او الشك ده شك مرضي؟ لما يبقى الغيره ملهاش منطق بشكل عام، ماشي، ده نمره واحد. نمره اتنين، لما تاثر على العلاقه بينهم، يعني ايه؟ يعني كلهم بيتخانقوا، مش هيخرجوا مع بعض، مش عارف، يعني اثرت على العلاقه الزوجيه، بوظتها او بتخسرها، او بوظت على علاقتهم باولادهم، قعدوا يتخانقوا، او بوظت علاقتهم بالعمل. احنا عندنا لما يبقى في فعل بيؤدى داخل البيت بيأثر عليا في العمل، او بيأثر على علاقتي الاجتماعيه خاصه باولادي ومراتي، يبقى في ان يبقى في حاجه، فدي تبقى غيره مرضيه. دخلنا في المرض اللي هو يؤثر على الشخص بشكل اجتماعي وشكل عملي او في العمل. فهنا لو هي كده هتتحول لغيره مرضيه. لو هي يعني غيره كده شويه احيانا، وبنلاقي الغيره اللي على فكره اللي مش مرضيه بتبقى غريبه. بتبقى غريبه يعني ايه؟ يعني اللي مش مرضيه انه ممكن مراتي تلبس فستان مثلا ديكولتيه واسع شويه كده فاغير جامد قوي، وبعدين ممكن تلبس فستان قصير ما غيرش. دي غيره مش مرضيه؟ دي مش مرضيه، بس غيره يعني مقبوله ولا غيره مقبوله؟ لانه انا مش طول الوقت بغير، ده انا بغير على بعض الحاجات او بعض ده الافعال. مقبول طبعا، ده مقبول. بعض طبعا الافعال متصور ان دي كبيره بميزاني انا، ماشي، فبعترض. انما بعض الافعال الثانيه اللي هي اللي ممكن تساوي ده ما بعترضش، ماشي. وبالتالي شويه بيبقى تناقض يا دكتور، بس اتس اوكي. تناقض هو بيبقى ليه يعني فكره انه ليه مرجعيه، هو بالنسبه له هو ليه مرجعيه. يعني ليه مرجعيه بمعنى انه شايف ان الفستان القصير اتربى على طريقه مثلا، او شايف ممكن تلبس قصير عادي لكن ما تلبس مفتوح، فهو عنده مرجعيه جوه دماغه ان ده عادي. بالظبط. هل بالضروره الغيره معناها الحب؟ لا، الغيره اكتر على فكره معناها التحكم. يعني انه هنا التحكم بيبان في شكل الغيره. بمعنى ايه؟ انه بقول لل اسمها ايه، للبنت اللي انا عارفها او خطيبتي، لما تخرجي اديني تليفون او اديني مسد كول، بيعملوا كده، اديني مسد كول، لما ترجعي اديني 2 مسد كول، بحسب لها هي راحت فين وجت منين وقعدت قد ايه. لما تلبسي قولي لي مش عارف لبستي اني فستان او اني بنطلون، وابتدي يبقى هي بتشوف ايه؟ انه ده حب، وانه بقى واحد مهتم بيها وقاعد طول النهار يشوفها. وخاصه انه يعني اغلب التربيه بيبقوا مهملين شويه البنات ومخلين بالهم من الولاد. فما تصدق تلاقي راجل مهتم وقاعد باصص عليها طول الوقت. يعني بتبقى ما بتصدقش نفسها يا دكتور، مش كده؟ بتشوف يعني انه ده حب شديد منتهى الاهتمام. هو بالتاكيد نوع من انواع التحكم، مش من نوع من انواع الحب، حب التحكم، مش حب الغيره. الحب الحقيقي ان انا اللي بحبه اخليه يعيش الحاجات اللي هو بيحبها. فلو مراتي بتحب تروح لمامتها بوديها عند مامتها،
مش هقول لها ما تتفسحيش عند مامتك، تعالي تفسحي معايا، هتروحي تعملي ايه عندها؟ تعالي معايا نخرج. يروح هو معاها عند مامتك. طب دكتور، الوقاية دائما خير من العلاج، زي ما حضرتك تفضلت وقلت في إطار الحديث إن ده مجتمع ذكوري، وإن لو إحنا عايزين نغير ونطلع أشخاص أسوياء لازم نبدأ من التربية. إزاي أنا كأم بشكل عام، أنا بتكلم على مبدأ الأم، تحمي ابنها من إنه يطلع إنسان شكاك، وبالتابعية يطلع زوج شكاك، وهو نفسه حياته هتبقى على المحك طول الوقت، سواء مع زوجته لو هو زوج أو مع الآخرين. أشكرك، لأن هو ده مفتاح الحل. إنه مفتاح الحل هو يكمن في علاقتنا بالصغيرين وبالتحديد الأم. وإحنا برنامج سيدتي فبرضك هيبقى على الستات العبء في التربية. ننقذ بقى الصغيرين يا دكتور، كبار خلاص ننقذ الصغيرين. لا يعني كل واحدة هي بتلعب دور أحيانا زوجة، بس في دور لها أم. فهنا على الولد والبنت لازم تبقى نمرة واحد في تساوي في التعامل. ما تسمحه للبنت تسمحه أو الولد تسمحه للبنت. هتقولوا لي طب تسمح للولد بيجي ساعة مش عارف واحدة بالليل، تسمح البنت تيجي واحدة؟ لا، ما تسمحش للاتنين يجوا واحدة. تمام. يعني تسمح لهم، لأنه الصح يقع على البنت ويقع على الولد. بالزبط. لأنه بالزبط. في ولد بيجيب مصايب زي ما في بنت بيجيب مصايب. تمام. وبالتالي ما هيش قصة بنت وولد وأنا أسمح للولد بتاع الساعة كام والبنت الساعة كام، لا، هم الاتنين يجوا بدل وهم الاتنين يلتزموا بالقواعد الأخلاقية والدينية والأدبية وكافة القواعد. وبالتالي أنا بعمل ده. نمرة اتنين، انه بعلمهم انه فكرة ان انا ما اقولش حاجة غير تقريبا يعني وعندي دلائل معينة، يعني ما ينفعش كده اخمن انه مش عارف مين جه او مين راح وهو الاخر، لان دي كلها اللي هتؤدي الى سوء التفسير فيما بعد. هو التعامل بثقة معنا، التعامل بثقة معنا. الحاجة التانية انه هو لو الولد او البنت، وده بيحدث كتير جدا، اعترض على حاجة بتعملها الام واحيانا بيبقى غيرة، الطفل او الولد بيبقى بيغير على امه، وبالتالي لازم تنبهه ولازم تبقى مخليه بالها. الحاجه الثالثه انه لما بيكبر الولاد شويه، الصبيان بالتحديد، نتكلم على الام، الصبيان بالتحديد لما بيكبر شويه يجب على الام انها تحترس. تحترس بمعنى ايه؟ الام مشكلتها دايما انه شايفه ابنها ده حته البتاع الصغير اللي كان في بطنها. بيفضل بيبي في نظرها لما يبقى عنده 40 50 سنه برضك هو البيبي اللي هو في نظرها. فبالتالي بتنيمه جنبها وعاوزه تقعدوا على حجرها وتهشكوا وعاوزه يعني. فلا، احنا نحترس في اللبس، ما نلبس او نلبس اللي عاوزينه في اوضه النوم، نطلع نلبس الروب ونبقى بره قدامهم بشكل معين، لان الحاجات دي بتثير في الولد حاجات كتير جدا. وبالتالي مهم جدا ان انا ابقى حريصه كأم ان انا ابقى مظهري بشكل معين الى حد ما في وقار يعني، وحتى مع البنت. اوكي. لان البنت بتاخد بالها من الام وتقعد تشوف هي بتعمل ايه، لانها بتبقى عاوزه تعمل تقلدها. تقول لها لا، ما انت لابسه قميص النوم ده ليه؟ عشان تبرجي. بتقول بنفس الشكل بتاع الام. بنشكر حضرتك دكتور عادل مدني، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. بنشكركم مشاهدينا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.